أهلا بكم في حلقة اليوم مع الدكتور مرزوق بن تنباك أستاذ الأدب العربي في جامعة الملك سعود. أهلا فيك دكتور. أهلا مرحبا. دعني أبدأ معك من مقالة كتبتها بعنوان دعاة الفتنة يخترقون سفينة الوطن، من هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كلمة فتنة يعني هي تعني معنى واسع، وأنا عندما أكتب هذه الكلمة، وإن كانت الفتنة يعني حادة إلى حد ما قليلا، لكني أتحدث عن معنى وليس عن أشخاص، لا شك عن عمل، عن فكر معين، يعني عن عمل معين أراه في كثير مما يطرح، ولا سيما في وسائل الاتصال الحديثة، حدة، تصنيف، لغة انحيازية، كلام تجريم للآخر بغض النظر عن نوع الآخر. أن تعرف أن أهم ما في المجتمعات هو السلم والاستقرار والتوائم، وهذه منظومة قديمة في الإنسانية كلها، وحتى في الإسلام يعني فيه ماثور كثير على دعوة البعد عن التنابذ، البعد عن الإسفاف، محاولة يعني الاتفاق على سياق اجتماعي صالح سلمي. في العصر الحديث أو بعد الحقيقة هذه السنوات اللي مررنا بها منذ 4 أو 5 سنوات، احتدت هذه اللغة عند الناس، وأكثرها يستعمل معرفات مجهولة. يعني هل هو تيار معين دكتور؟ لا، أنا لا أعني تيار معين بكل أمانة، أنا أعني من يستعمل، تكلم عن فكرة عامة يعني. نعم، من يستعمل أو يقول أو ينبذ الآخر في الوطن الواحد، أتحمل أن يكون البعيد، أتحمل لما أنا في داخل الوطن أنت تأتي فتقرأ تصريحات، تقرأ تغريدات، أحيانا تقرأ فتاوى مع الأسف الشديد وبأسماء يجرمون الآخرين وبالعين، فهذه فتنة، فتنة اجتماعية، لا نقول فتنة دينية، وإن كان الدين لا يسلم منها، لكنها فتنة للمجتمع، المجتمع المسالم، المجتمع المتسق، المجتمع الطبيعي، أن تختلف الآراء وتختلف الثنائيات ويختلف الناس، لكن لا يصل الحد إلى التجريم، وإنما يكون التبادل في الآراء والاختلاف، الحجة، الدعوة، رأيك تحرره وتدافع عنه، لكن لا يلزم من رأيك تجريم الآخرين، لا سيما إذا كان يحميكم أو يحويكم وطن واحد، وتشعر بأن هذا النزع وهذا التشاكس وهذه الشرائح الاجتماعية يضرب بعضها بعضا بالأقوال وبالأفعال وبالتهديد، ويعني أشعر أن فيه خطأ كبير يرتكب بحق سفينة الوطن، ولهذا هي عنوان يبدو أنها أكثر كتبته أنهم دعاة الفتنة. تعتقد الطائفية أيضا لها دور في هذا؟ بالتأكيد الطائفية، أنا ما أعني هو الطائفية، لكن لا تفهم الطائفية على أنها فقط طائفية المذهب، هناك طائفية العرق، طائفية اللون، طائفية المصالح، طائفية المغالبة. نحن في مجتمعنا العربي وفي كل المجتمعات الحديثة بعد هذه الأحداث التي مررنا بها أصبح في التشظي في المجتمع حتى داخل الوطن الواحد، وبدأ يعني التنابز بالألقاب، أيضا بدأ الإنسان يحاول أن يحقق ذاته من خلال تجريم الآخرين. وأنا حقيقة إذا أو على الأقل إذا تقبلنا أن يكون من اسم مستعار أو من معرف غير معلن، نقول هذا يهذو أو يقول يهذر كما نقول، لكن إذا كان من ناس نسميهم أو نعرفهم بأسمائهم ثم يأتي منهم التصنيف والتحديد التجريم وحث الناس على الكراهية للآخرين، هذا في الجانب الطائفي، فهذه الحقيقة نعتقد أنها خطيرة جدا على المجتمع وخطيرة على حتى الجانب الطائفي. الجانب الطائفي هو أخطر ما يواجه المجتمعات،
منذ الأب منذ في كل المجتمعات. ولكن هل صار في خطورة في السعودية الآن في رأيك؟ هل في لغة طائفية حاليا؟ والله إذا ما كان اللغة الطائفية في السعودية وفي كل الوطن العربي الآن هي اللغة الغالبة، الرائج الآن هو الطائفية. بس أقول لك الطائفية الدينية يمكن أو المذهبية، خلينا نقول تتكلم عن السعودية دكتور على الأقل. يعني أنا على السعودية، أنا أكتب للسعوديين ما أكتب لغيرهم. فعندما أقول نعم أنا أعرف أن السعوديين هم الذين يتنامزون بالألقاب، هم الذين يجرموا بعضهم بعضا، هم الذين يفتحون الحقيقة في خطاب طائفي، يعني طائفي، خطاب طائفي شديد، وخطاب طائفي يراد منه استغلال وتفجير الوضع الاجتماعي من الداخل، ليس خطاب بأمانة لاعتقاد جاهل مثلا. طبعا تعرف أي طائفة هو جاهل بالواقع، هو جاهل بالإسلام بغض النظر عن تكون سمي طائفة، لأن الإسلام أشمل وأعم وأكرم من أن ينحو هذا المنحى. الطائفة أحد أمرين، إما جاهل بما يقول وبتعليم الإسلام، وإما صاحب رأي سياسي يريد أن يفكك أو يريد أن يدخل من طائفيته إلى أغراضه. وهذا قديما يعني، أنت يعني تعرف لما تتكلم عن المذاهب الإسلامية التي نسمعها الآن في بعد سياسي في الموضوع، هي بدأت سياسيا، لم تبدأ دينيا أبدا ولم تبدأ مذهبيا، هي أساسها بدأ اعتراض سياسي ثم لبس بأمر الدين، لأن المجتمع الذي يريد أن يستقطبه هذا الطائفي أو السياسي سهل أنك تستقطبه بالدين ولا تعلن له ما تريد من أهداف بعيدة، حتى يتكون لك هذا المجتمع المطيع أو آل اتباع أو من يسموه من الآن القطيع، بعد هذه تسمية جديدة. فأنت عندئذ تستعمل القطيع لتصل إلى ما تريد من الأمر السياسي، من الأمر السياسي. حتى الفقهاء، حتى عندما تقول الفقه في الدين، الفقهاء الذين شرعوا كثير وكذا، هم أصلا بدأت قضية سياسية، كلهم عندهم أهداف. نعم لهم أهداف، ثم أهدافهم جمعت الناس، ثم أصبحوا يدافعون عن، نفهم أنهم يدافعون عن جانب فقهي، لكن بالواقع يدافعون عن قطيعهم، عن الجماعة التي تسير معهم، عن المكتسبات التي يحققونها وهكذا. طب كيف ممكن مواجهة الخطاب الطائفي في السعودية دكتور؟ أنا المواجهة يعني إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقوة، يعني قانون، المواجهة أن تكون هناك قوانين مثل ما هي في الأمم. ترى ما هو يعني النشاز في المجتمعات ليس فقط في العالم الإسلامي والعربي، وكل العالم. يعني لو ذهبت لأعمق الديمقراطية في العالم، في بريطانيا أو في أمريكا وكذا، تجد الناس مثلنا، طوائف، أجناس، لغات، أديان، مذاهب، وكل يميل إلى مذهبه ودينه ولغته وجنسه وإلى آخره. لكن هناك قانون كل يحترمه ويعرف أنه سيطبق عليه إذا حاد عنه قليلا. لكن نحن هنا ليس عندنا مع الأسف الشديد هذا القانون. عندما يقول رجل وأعرف أنه باسمه وأعرفه، ثم يتجاوز على حقوق الآخرين، حقوق ما المعنوية، حقوق ما الدينية المذهبية، حقوق ما الفكرية، حقوق ما أيضا الاجتماعية، ما في قانون يردع هذا. أنا مثلا متضرر لسبب أو هجمني شخص، سواء كنت أنا كفرد أو أنا كجانب معنوي أو جماعة، ما أجد قانون يجرمه أو أرفع القضية ضده وأقول هذا الرجل أو هذا يقول كذا. يعني الـ 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 القانون مهم جدا لسلامة المجتمع واتساقه واحترامه للمختلف، المختلف فيه. أنت تعرف المجتمع يتكون من ثنائيات، حتى المجتمع الصغير، المجتمع لو ذهبنا إلى قرية لا يتجاوز سكانها 2000 شخص أو حتى 1000 شخص، تجد بين هذا ثنائيات. لكن هذه ليس عيبا الثنائية، هذه طبيعة الناس. لكن العيب هو أن يكون بين هذه الثنائيات نزاع وتخاصم ولا يوجد رادع قانوني. نتكلم عن الرادع القانوني، إحنا نفتقد إلى النظام القانوني الذي يضبط سلوك المجتمع وسياسته وينصف أيضا من هذا الجانب. طيب دكتور، لك أراء يعني اختلف فيها مع كثير من الدعاة، وهي مثلا وأد البنات والتلبس بالجن،
كيف ممكن تفسرها لنا هل؟ هذا ما هو ما أنا ما أختلف مع الدعاء ولا أختلف مع من غير الدعاء، هذا رأي أنا طرحته. بس أثار ردود فعل يعني. هذا طبيعي عندما تطرح رأياً وتتحدث عن أشياء مشتركة معي ومع الآخرين، الناس لهم آراء، الذين لهم هذه الآراء من حقهم أن يعترضوا على رأيي ويصححوا إن كان تصحيح ويدلوا بأدلتهم مثل ما فعلته أنا. طب أنا هل نأخذها نقطة نقطة، على ماذا استدليت في موضوع أنه يعني ما كان في وقت؟ لا 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 يعني موضوعك هذا يحتاج، أنا بقيت في هذا الموضوع 7 سنوات لا يمكن أقول في 10 دقائق باختصار، لكن باختصار أنني أنا طبعا كما تعرف كنت مع الناس مع المجموعة، أخذتها مسلمة أن الواد عند العرب جزء من التاريخ، وكنت أنا أدرس هذا، أنا أدرس الأدب وكنت أدرس وعندي كتب ألفتها قبل أن أتحدث عن الواد، وأستشهد بكتبي وهي موجودة منشورة الآن بأن العرب كانوا يعيدون بناتهم مثل ما هو مسلمة عندنا، كانت مسلمة إلى حد إلى اليوم عند أكثر الناس مسلمة. لكن في لمحة يعني ذهنية رحت أسأل لماذا قتلوها بالدفن وهي حية، لماذا لم يقتلوها بالسلاح، لماذا لم يعني الدفن حية لماذا بس، هذا كانت الإشكالية عندي، ما كان عندي إشكالية بأن العرب يعيدون بناتهم مثل ما هو سائد، وأنا ضمن المجموعة الساية، ضمن المجموعة يعني ضخ من هائل من النصوص جعلتني في مع الناس. فقالت لماذا دفنوها حية بس، ومن هنا بدأ البحث. فلما بحثت وجدت أن كل ما قيل فيها خرافة حقيقة، من وكلها إسلامية، لم تعرف كلمة واد، لم يعرف الجاهلية أصلا، كل وكل القصة من أولها إلى آخرها قصة وعظية مختلقة. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الجاهلية، ثم ذهبت إلى من قبل إلى الأمم الأخرى عند العرب، فوجدت أننا فعلا عند الأمم وعند العرب وإلى يومنا هذا يؤد الأطفال ويدفنون أحياء، لكن ليس العرب يدفنون البنت كما قالوا أن البنت هي واحدة، لا، هو الحقيقة نفس الموؤود الذي ذكرته وفسرته النص بأنه يعني النفس ولا يعني البنت، أن الأمم كلها تفعل ذلك. وأتيت بنصوص من الشعري الحسان بن ثابت وغيره من العرب يتهم بعض النساء وبعض القبائل بأنهم يدفنون أبناء أولادهم وليسوا أبناءهم، أولادهم أحياء، والسبب أنا فسرته وهو أنه واليوم يمكن اللي يدفن وهو حي أكثر مما كان تدفنه العرب في الجاهلية، العرب لم تدفن على كل حال، خذهم عني أنا الآن، أنها لم يدفن طفل في الجاهلية أو بنت في الجاهلية من أجل أنها بنت، وإنما لأسباب أخرى. نعم. طيب دكتور، العلماء ورثة الأنبياء أيضا. والله هذه مقولة جميلة أن تقول العلماء ورثة الأنبياء، هذا شيء جميل كمقولة، لكنها لا قاعدة ولا مقولة تحتاج إلى تفسير. ليه؟ أولا من هم العلماء حتى نعرف ورثة الأنبياء؟ لا شك الأنبياء، والحديث لم يورثوا دينارا ولا درهم ورثوا العلم، إذا كان النبي ما يورث دينار ولا درهم ولم يورث أهله ولا عصبه كيف يورث أهله؟ هذه يعني فيها فلسفة، في ناس استغلوها لفرض سلطتهم. هو من حيث المعنى جميل، لكن أي أولا العلماء أيضا لي معهم مشاكل بالاسم، ما هو العلماء كاسم. عندك اعتراض على فكرة الاسم؟ طبعا عندي اعتراض كبير على، هو أنا دائما أتحدث وأميز بين العلماء ورجال الدين، وإذا قلت هذا اعترض من يعترض، لا يسألونني لماذا أقول أميز بين العلماء وبين رجال الدين، وإنما يحتاجون على طول حجة، اسمع يا أخ اسمع يا، ما عندنا رجال دين، عندنا علماء. جاء إنسان عامي أقولها في محاضرة يرفع يده قبل أن يسألني ما دليلك، ما لماذا تقول، يقول لي علمني، يعمدني، يا أخ ترى ما عندنا رجال دين، عندنا علماء، لأن سمعها من رجال من رجال دين. أنا عندي تفسير صحيح، أنا اللي قلتها وأنا اللي تفسير يكون العالم هو عالم يعني من العلم وليس من، لا 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 تفسيري هو نفسه ما اختلفنا، لا لا تفسيري هو رجل الدين، لكن نوعان، رجل دين وعالم دين وعالم بالإسلام،
رجل الدين هو هذا الذي إذا أراد ما هو رجل الدين عندي أو بتفسيري الذي يأخذ رايا ثم يلغي غيره من النصوص والآراء ويخبرك أنت السامع والتابع والمطيع بما يريد. لكن لو تأتي له بحجة أخرى أو برأي آخر صرفك وصرفه ورفض. هذا هو رجل الدين، لأن رجل الدين يريد أن يحمي رأيه ويحمي سلطته ويحمي اتجاهه ويحمي مذهبه. لكن لا يمكن أن يبحث لك بما هو في مسألة خذ الحلال والحرام مثلا، أو خذ موقف من المواقف. أنا استثني شخص كنت نسيت أن أجيب، مغربي قبل فترة أرسل إلي يتحدث عن الموسيقى والغناء، أنا رأيي في الموسيقى والغناء. أنا حفظت قلت هذا الرجل رجل هذا عالم وليس رجل دين. لماذا؟ هو لا يرى إباحة الغناء والموسيقى، لكن ماذا قال؟ جاء بذهب إلى كل النصوص التي جاءت بالتراث وعرضها في تحريم الغناء وتحليله، في أقوال الصحابة، في أقوال التابعين، في أقوال الفقهاء، في بكل وضعية، وجاء بها، جاء بالذين يرون الغناء والموسيقى ويعللون وكذا، وجاء بالذين لا يرونها وكذا، ثم جمع هذه الآراء وتحدث بموضوعية وقال في النهاية أما أنا فمع منع يحرم وتحريمها. لكن هذا قلت لكم رأي الآخرين أو رأي الفقهاء أو رأي هذا رجل دين، هذا رجل علم، هذا رجل علم. ولا أما رجل الدين فاللي يقول لك لا 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 الغنى حرام، لا 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 الموسيقى حرام، بس واسمعني وأطع، هذا رجل دين لأنه يدافع عن حوزته عن حوزته. وهذا هو ما كانت تفعله الأديان القديمة التي المسيحية وقبلها اليهودية، وكان رجل الدين لا يريد إلا أن يسمع الناس ويطيعون لقوله، وما عدا ذلك فليخفوها. والقرآن يتحدث لنا عن كيف كانوا النصارى واليهود وكذا، يتحدث عن أنهم يكتمون ما يعلمون ويعلون الناس ما يريدون للناس ما يريدون. فإذن القضية هي ما أراه الفارق بين علماء الدين أو رجال الدين وعلماء المسلمين فارق يعني واضح. أن تعرف في مفهوم المسلمين الأولين إذا أرادوا أن يناقشوا قضية من القضايا قبل أن يناقشوها يقولون حرر لنا القضية، يعني حرر يعني عرفها لنا ما الذي سنناقشه. فإذا حررت القضية لهم ناقشوها على بموضوعية ووصلوا في حل إليها أو اختلفوا حولها. هذه هي تحرير المسألة. رجل الدين لا يريد تحرير المسائل، يريد أن يأخذ الجمهور، يريد أن يلقي، يريد أن يسمع الناس بدون تحرير المسألة التي تحدث عنها. وهذا هو ما جعلني عندما أحاضر وأتحدث وأتكلم أقول نعم عندنا رجال دين. من نراهم اليوم بكل احترام لهم وقدرهم رجال دين، إلا ما قل وندر، الاستثناء موجود. لكن من نراهم يتحدثون في المساجد ويتحدثون في وسائل الإعلام ويتحدثون ويوجهون الناس هم رجال دين، لأنهم يتحدثون فقط ما يريدون من ما يعرفون. يوافق يعني مصالحهم، لا تقول مصالحهم، كل يوافق أهواءهم الدينية أو مذهبهم أو رأيهم. هؤلاء رجال دين ومن حقهم يقولون هذا، وهؤلاء كانوا رجال الكنيسة، وهؤلاء كانوا اليهود قبل ذلك، والقرآن يعلم يخبرنا كيف كانوا يكتمون ما أنزل الله. إذن أنت عندما تسألني الآن أو تسأل رجل يتبع مذهب من المذاهب، خلنا نقول لك، تقول له لا لكن المذهب الآخر عنده نصوص، يقول له لا 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 تركها هذه كذا كلها خرابي، أي بس خلاص اسمع وانتهي الحوار، اسمع قولي واسكت بس، هذا هو يعني. آخرهم واحد أمس إذا صح ما نسب له يقول ليس هناك طوائف وليس فقط السلفية هم اللي أحق وما سواهم فضلال فهم ضالين. هذا رجل دين كبير عندنا ويقول هذا باسمه، أنا ما أدري ما تأكدت لكن أرسل إلي فيما يبثه بكل صراحة يقول ما في إلا بقية غير السلفية هم ضلال أو ضالين ولا يجوز اتباعهم. هذا رجل دين ممتاز من الدرجة الأولى.
طيب دكتور، يعني على أي مرجعية ممكن تفسير آيات القرآن الكريم؟ هل هو يعني مرجعية مثلا لغوية؟ القرآن نزل بلغة العرب وعلى نبي عربي وبلسان عربي مبين، ولكن قدرات الناس على فهم هذا النص متفاوتة مختلفة، واحد يفهم النص كذا وواحد يفهم، ولهذا قيل إن القرآن ذو وجوه، يعني ممكن تفسير كل واحد أو كل إنسان بما وهبه الله من قدرة. العلماء الأولون يعني حاولوا أن يبينوا ضوابط لتفسير القرآن. أنا أعتقد أن ما يطرح اليوم هو ميل إلى ما يريده الإنسان، يفسر الآيات، يقطع نص، يأخذ جزء من الآية مثلا يريدها كما يريد، ينص يأخذ آية ما أدري يعرف ولا ما يعرف، لها سبب نزول، لها مناسبة نزلت في ناس، يوظفها اليوم لواقع مختلف، واقع مختلف عن نزولها، واقع مختلف عن، لكنها توحي بهذا مثلا، ظاهريا يعني توحي، فيستغل هذا الظاهر. وقد يكون جاهل، أقصد قد يكون عنده عجز في قدرته على فهم اللغة، وقد يكون يريد من هذا أيضا. أنا عندما بحثت في مسألة الواد رجعت لكثير من التفسير القديمة، فوجدت أن أكثر المفسرين مع الأسف الشديد ينقل بعضهم عن بعض ويأخذون القضية على أنها مسلمات، ولا يتدبرون كثيرا في النص مستقلا، في النص القرآني مستقل. أضرب لك مثلا في مسألة قتل الأولاد، جاء آيات كثيرة في قتل الأولاد، إحدى الآيات يقول زين الذين كفروا وكذلك زين لكثير من الناس قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أظن هذا نص الآية، نص واضح زين للذين كفروا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. النص يقول واضح أن فيها دين، يفسرها أكثر المفسرين القدامى المعتمدين يقول وكذلك كانت تفعل العرب. النص يقول لك دين، يقول لك هذا زين لهم ومن أجل دينهم ليردوهم ليلبسوا عليهم دينهم. العرب يقولون في الجهلية أنهم لا يعبدون دينا وأنهم وثنيين، فإذا كيف تقول تقرأ لي الآية وتقول هذا العرب؟ يعني ابن كثير، الطبري، يعني مراجع مشهورة بالتفسير أخذوها على أنها لأنها كانت عندهم مسلمات ووجدوها. النص لم يعني لم يتدبروا. أنا لما ذهبت أقرأ في هذه وجدت أنها طبعا تعرف التضحية بالأولاد عمل قديم، الفينيقيون والأشوريون والكنعانيون والأمم القديمة كانت تضحي بأولادها من أجل الكوارث، أن تدرى عنهم الكوارث إذا يضحي بولده، وحتى اليهود في مراحل متقدمة. فالقرآن يتحدث عن هؤلاء، ثم أحيانا يأتي بمعنى أيضا وصايا، يعني أحكام، ويتحدث عن أحكام كثيرة ومنها قتل الولد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولكن مبدأ الآيات كانت وصية، لا تفعلوا كذا، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تفعلوا، لا تقتلوا أولادكم. يأخذون فقط كلمة قتل الولد ويعزلوها من النص القرآني والسياق القرآني ويأتون بها ويقول لنا العرب تأيدوا بناتها. فالقرآن يحتاج إلى أولا التفكير، وأن يكون الإنسان مستقل، وأيضا عنده قدرة على فهم سياقات اللغة العربية ودلالاتها، مع طبعا ما كان يكرره المفسرون في كل مقدمة تفسير، أسباب النزول، المناسبة، الأشخاص اللي نزلت فيهم إلى آخره. لكن مع الأسف الشديد أن أكثرهم يذهب بعيدا، يعني تستجره الروايات وتستجره دون تدقيق فيها الإسرائيليات، تستجره الأحاديث، ولهذا كان هناك يعني تحفظ على كثير من
ما يرد في التفاسير بالنسبة للقرآن. لديك رأي دكتور حول إغلاق المحلات وقت الصلاة، هل هو قاعدة دينية؟ هذا ما هو رأي، هذا مسلمات تاريخية، لم يحدث قط في تاريخ المسلمين أن أغلقوا الأسواق للصلاة. هذه ليس رأي لي، هذا ابحثوا في تاريخ، من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالمسلمين في المدينة يوم الجمعة وسمعوا وعير قادمة فخرجوا وتركوا وراحوا يبحثوا عن العير، ماذا قال لهم القرآن؟ ما هو أنا ولا حتى الرسول، وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وهو يخطب قائم تركوه ما عنده حتى المسجد، ماذا قال لهم القرآن؟ كفرهم، فسقهم، لعنهم، وش قلنا؟ خطاب جميل، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تصور هذا، يخرجون من عند الرسول وهو يخطب ولله والتجارة كما قال القرآن، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني واللهو معروف، خل تفسيره لله، لكن اللهو معروف. ثم يأتي القرآن الذي هو حجتنا جميعا ويقول قل ما عند الله، بأسلوب لطيف جدا، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن الصلاة لا يمكن أن تحمل عليها الناس بالقوة، حتى يستشهدون ببعض الحديث، حديث ابن أم مكتوم، أو حديث لو هممت أن أحرق عليهم بيوتهم وكذا. أولا لا ندخل في مسألة سند الحديث وصحته وعدم صحته، لكن الرسول لم يفعل، إذا صح عنه ما قيل لم يفعل ولم يحدث قط، بل صلى في بيوت الصحابة، ذهب إليهم وصلى في بيوتهم وقالوا ما نريد أن بن مالك صلى في بيته، قال أنا ما أذهب إلى المسجد، جاء وصلى لي، صلى في بيته الله يصلي. يا أخي الأشياء الجديدة اللي إحنا طورناها بطريقتنا هذه ما هي صحيحة. ثم إذا ما في السند، يعني لماذا أنا أحمل الناس على شيء ليس لي حجة دينية عليه؟ مثل ما هي الآن سياقة المرأة للسيارة، مرة يمنعونها ومرة يقول لا المجتمع ما هو جاهز، ومرة يقول المانع اجتماعي وليس ديني، لكن الذي يغضب لها ويثور عليها هم الاتجاه الوعظي الوعاظ، لا تقول مديني، قول الوعاظ والمستفيد. تعرف أن الوعظ في تاريخنا الإسلامي درجة دنيا في السلوك الديني، ليس هو المتديني، لا الوعاظ، لأن يعني الواعظ يردد كلام فقط، يردد كلامه غالبا يكون من عامة الناس فقط. تعرف قصة أحمد ويحيى بن معين، جاءهم واعظ يعظهم في المسجد وحدث عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن معين، فلما سكتوا أو سكت يحيى بن معين وأحمد يسمعون في المسجد، قال أنت حدثت بذلك؟ قال لا، قال حدثنا؟ قال لا. قالوا من جاب الحديث هذه؟ قال اسأله، نادوا، قالوا من جبت الحديث؟ أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. ولا قلت الكلام، ولا الكلام. قال أنا أعرف 20 أحمد بن حنبل و20 يحيى بن معين، بس هو أنت واللي جالسين. طبعا هاي ممكن قصة مفربكة، لكنها تدل على أن الواعظ جزء من استغلال الواعظ، لا يجب أن يعني تقول ان الواعظ رجل دين او حتى عالم. الواعظ زادت نسبه الوعاظ في السعوديه دكتور، اي لانه وظيفه سهله جدا، اولا الناس يحترمونك. انت ما شفت اللي سحب البنت في النخيل يحلف بالله ويقسم وهو صادق المسكين انها ارحم لها من الحاضرين اللي بيفكونها منه، يسحبها على الرصيف مكشوفا منها ما حرمه الله ويقسم انه ارحم بها والطف من اللي هذا واعظ، هذا نوعيه من الواعظ الجميل يعني. طيب دكتور، هل يمكن محاكمه التراث كما تطالب؟ انا لي كتابات كثيره عن التراث، امامنا 1500 عام تراكم فيها فكر انساني، فكر جيد وفكر رديء وفكر مريض وفكر وتراث هائل، وفيه ما لا يجب أن يذكر ولا ينظر فيه، وفيه ما يجب أن يطمر ويدفن، وفيه ما يجب أن ينتقى ويظهر.
التراث نعم يجب أن نحاكم التراث، وإذا لم نحاكم التراث سنغوص في هذا العمق ولا نستطيع أن نفعل شيء فيه. التراث يجب أن يقف عند زمانه ومكانه وأن ينتقى منه. إذا طبعا عندما تقول التراث ما خلفه البشر، ما خلفه الناس، أرى الناس أفكارهم طروحاتهم دون تحديد. دكتور أي نعم، تراث إسلامي لكن هنا ما دام عندنا القرآن الذي يتلى ولا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، كما كان على يعني تعالى عندما نزل القرآن نزل على ناس بسطة لا يقرؤون ولا يكتبون وفهم القرآن بلغتهم. الرسول جاء واحد يريد أن يسأل فصلى معه وجد الطريق قام صلى، من يعمل خيرا مثقال ذرة شرا يراه من يعمل مثقال خير، مشى ولا سأل. الرسول سأل وين راح الرجال جاء ردوا لي، قال أسخل عرفت أنا صليت وسمعت أنك تقول الكلام هذا وخلاص عرفت. يعني ما هو معقد الموضوع، ما هو معقد لهالدرجة، ما هو معقد لهالدرجة. يعني الإنسان في نفسه يعرف. في حديث أيضا استفتي قلبك، وهذا هذه تلغى الآن، هذه عندنا تلغى كلها، وهذه المشكلة. هذه الروح المباشرة، الدين المباشر يلغى عندنا وترغم على أنك تفهم ما يريد الشخص الذي يرى أنه يعظك أو يرى أنه يأمك في مسجدك. طيب تعال المساجد، لما يخطب أمامه وأنا أصلي ثم أسمعه يلعن طوائف من المسلمين، أنا بالتأكيد ماذا على أي دليل يلعن في المسجد؟ والرسول ما رضي أن تلعن ناقة، بعير يسير عليه راكبه، وهو يعرف هذا الكلام، هو يعرف أن الرسول منع حتى أن تلعن الرواحل. طيب لماذا تلعن البشر؟ والبشر الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، بعضهم يصلي معك. فإذا هذه قضية يعني مهمة جدا بالتفكير بالتراث اللي أنت تقوله الآن. لازم من تنقيه التراث من أوضار الآراء والأفكار طيب دكتور، كتبت أنه في الإدارة في السعودية صارت إدارة إقليمية، على ماذا استندت دكتور؟ والله هذه كثرت فيها الحديث يعني لمحة، يعني هل أنه في تهميش لدور القبيلة أو في سيطرة إقليم على إقليم آخر؟ أنا ما أميل لهذه القبيلة ولا أتبع. أنا أميل للمجتمع، أنا ابن المجتمع وابن وطن. طبعا أنت لما أعرف أن هناك فئة صغيرة دوائرها مغلقة تقوم بالنيابة عن المجتمع بكل الوظائف ولا تستفيد من يعني تعدد الرجال والنساء القادرين الذين يستطيعون أن يخدمون، وتكون شللية مغنقلقة، يعني ما في تكافؤ مشكلة فرص. مشكلة دائما نحن في مجتمعنا كما تعرف مجتمع حاد شوي. أنا لا قالوا لنا من القبيلة، أنا ما تحدث عن قبيلة ولم يسبق أن تحدث عن قبيلة. انتمائي لقبيلة مثلا أو كلنا منتمين، أحد ينتمي لقبيلة، أحد ينتمي لقرية، أحد ينتمي لمدينة، أحد ينتمي لمذهب، أحد ينتمي لرأي. فموجود أني أنا أنتمي، حدث أني أنتمي لقبيلة، وأتكلم عن خطأ اجتماعي وليس خطأ يعني انحياز لي فيها. لكن هذا ما هو صحيح. يعني أنت الآن تسألني، أنا لا تسألني، اسأل الوزراء عندك، عد الوزراء ونزلهم على خارطة الوطن، سواء الوزراء الأولين أو اليوم اللي عينوا اليوم، أنزلهم شوف الوطن أشرح، أفرض خارطة المملكة العربية السعودية وانظر حط الوزراء أين تضعهم. إذا وجدت أن كلامي ما هو صحيح، ما هو الوزراء بس، التنفيذيون كلهم. إذا وجدت أن كلامي ما هو صحيح فأنا قل لي أنك تتكلم عن قبيلة. أنا ما أتكلم عن قبيلة، أنا يعني حدثني من قبيلة، لكن أتكلم عن دولة ووطن، الواقع موجودة. عن دولة ووطن ومجتمع، أنا ابن المجتمع ولست ابن القبيلة. هذا المجتمع الذي لا أرى أن كفاءاته تخدم ولا تستدعى ولا تقدر، ويطلب منا مثلا أو من الناس أن ننتج ونصنع ونتقدم ونقدم إدارة، لكن عندما نبحث عن شللية أو نبحث عن طائفة أو نبحث عن مجموعة أو نبحث عن أقارب يصل بعضهم ببعض، حتى أنا أعذر يعني بعض الخيارات أنها تأتي عفوية، لكن الوطن ما يسمح لي أني حتى أخذ هذا، لأن الوطن أمامي وأنا عارف
وأشوف من 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 يدير الوطن أو من يدعى ويستعان به، وأجد دائما أنها من فئة صغيرة وفئة متقاربة، إما نسبا أو مصالحا. وأقوله ولازلت أقوله وسأقوله إلى أن يصلح الحال إن شاء الله، وإن شاء الله أن الحال يصلح. ما هي مسببات العنصرية في السعودية يا دكتور؟ العنصرية طبيعية، ما تقول عنصرية، قول مثلا الميل طبيعي يا أخي. إذا ما عندي قانون أو عندي إدارة راشدة تضمن أن يكون الناس أن تكون هناك تحقق العدالة والمساواة وتختار الرجال الأكفاء والنساء الكفوات في المكان ومن تحتاجه بغض النظر عن أين موقعه مني أنا أو موقعه من أو اجتماعي، هذا ما هذا سيكون عندي عنصرية. العنصرية اللي أنا تكلمت كثيرا عن العصبية البيروقراطية، أنا أسميها عصبية وليس عنصرية، عنصرية إلى حد ما تختلف. العصبية دائما هي التي بقوتها تستطيع أن تنتفع وتنفع من حولها، هذه العصبية باختصار. كانت العصبية قديمة للقبيلة لأن القبيلة هي الأقوى وهي القادرة وهي التي يتعصب لها دور كبير، أي فلما تقوم الدولة لا يمكن تقوم دولة وقبيلة في وقت واحد، إذا قامت الدولة انتهت القبيلة وانتهى الإقليم، انتهت العصبيات هذه، تبقى الدولة هي صاحبة المظلة الأكبر. المظلة الأكبر العصبية الآن تحولت من القديم، مفهومها القديم عند القبيلة وعند الإقليم وكذا، إلى الدولة، إلى مواقع الدولة، إلى الوزارات، إلى المصالح، هذه العصبية. فأصبح الإنسان عندما يكون رأس في جهاز أو كذا قرب من حوله لنفع أو لتعاطفا أو حتى لميل طبيعي، يعني بالتأكيد طبيعي أن يميل، هذه عصبية. بدل أنها كانت عند القبيلة أو كانت عند الإقليم أصبحت عند المسؤول، عند، ولهذا يسمونها أنتم في الحديث الواسطة، واسطة فلان واسطة فلان، هذه عصبية. فالعصبية دائما، تعريف العصبية باختصار عندي هو ما الإنسان الذي بقدرته يستطيع أن ينفع ويضر ثم يستعمل هذا النفع والضرر بانحياز إلى من يريده وليس بكفاءة لمن يطلبه. هذا باختصار. البيروقراطية عصبية ضخمة جدا عندنا وعند غيرنا، عند كل الناس، لأنها فعلا هي العصبية القائمة الآن عند الدول القطرية الآن والدول في العالم. العصبية أصبحت هي عصبية البيروقراطية، لأن حتى بالبيروقراطية تستطيع أن تمرر رغم القانون، قوانين الدول اللي فيها قانون صارم ومساواة وعدالة وكذا، تجد أن البيروقراطية تستطيع أن تمرر عصبيتها. يعني لو أخذنا أمريكا الآن أو حتى الدول المتقدمة جدا، تجد اللون الأبيض أو الأوروبيين الغربيين دائما هم الذين يسودون لأنها عصبية. أو المال، عندما تكون أثرياء أو يتكون مال ويتكون أثرياء تصبح عصبية المال أيضا، هذه مهمة جدا. عصبية المال أضخم من عصبية المصالح أو عصبية البيروقراطية. وغالبا يكون البيروقراطي أو يكون التنفيذي هو ينظر للمال أيضا، ينظر بعصبيته للمال، لأن من حوله سيكونون داعمين له، مستفيدين يعني له، لا أيضا في منمين لثروته، وبالتالي تكون العصبية ذات أوجه، وجه معنوي ووجه اقتصادي. والمجتمعات اللي في العالم الثالث والمطلقة اليد فيها طبعا بالتأكيد العصبية تكون مهمة جدا، إذا كان من حوله ومن أقاربه ومن أهله أو من إقليمه أو من قبيلته أو من لغته أو من جنسه بالتأكيد سيكون موجود، العصبية ستكون موجودة. العصبية لا تفارق أي مجتمع، إنما قضية تخفيف أثر العصبية هي العدالة الاجتماعية الديمقراطية الواضحة التي تحدد حقوق الإنسان، تجرم من يكتشف أنه ينحاز لفئة أو لأقارب أو لكذا، هذه ليست موجودة عندنا. طيب دكتور، هل الخصوصية السعودية وهم؟ وهم كبير طبعا بالتأكيد، في أي خصوصية
خصوصية. ما عندنا أي خصوصية. نحن يعني مجتمع مثل المجتمعات. يعني إيش الخصوصية؟ يعني إحنا خلقنا كيف يعني؟ تعتقد أنها يعني هي عذر هي ضد التغيير مثلا؟ لا هي عذر يعني مثل ما قلت لك قبل شوية تحدث سألتني عن العلماء ورثة الأنبياء. شيء جميل نسمع لكن ما ندقق في 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 تفاصيله. وش العصبية؟ الإسلام عندنا مليارين مسلم. البترول في العالم كل دولة فيها بترول. الثروة موجودة. النساء والرجال موجودين. ما أنا ماني عارف خصوصية. يعني هذا عذر واهي ضد التغيير فقط يعني. عذر واهي كبير جدا. وما أدري كيف عرفوا هذا. بل هو إذا أرادوا القمع مثلا للحريات وتحديد عمل المرأة أو السينما أو الأشياء اللي يطالب فيها الناس يمكن نفهمها أنه يعني المفروض يقولون منع. ما يقولون عصبية. يقول عندنا منع. عندنا نمنع كذا ونمنع كذا ونمنع كذا. عندنا كذا. هم عادي خصوصية. ما عندنا خصوصية. الله ما اختصنا بشيء غير الأمم الأخرى. خصنا بما يجب أن نحافظ عليه ونحمد الله عليه. هذين الحرمين مكة والمدينة اللي جعلت الناس كلهم يودون أن يكونوا فيها ويزورونها. هذه ليست خصوصية ولكنها منا أن الله جعلنا فيها ومن أهلها. وأن العالم كله يريد لو أو يستطيع أن يكون من أهلها. هذه يمكن نقول فضيلة وليست خصوصية. طب دكتور ما هو أكبر خطر يتهدد المملكة في رأيك؟ والله الأخطار كثيرة لكني أنا أهتم أكثر بالنسبة لك اللي تعتقد أنه ضرر وراح. أنا أعتقد أن الطائفية في المملكة إن لم يكون هناك مواجهة صريحة وعدم مجاملة للمذهبية والطائفية هي الخطر الذي يواجهه المجتمع السعودي. ودكتور في كان في لك تغريدة فهم منها أنه يعني انتقاد أو اعتراض على اعتقال نمر النمر أو تنفيذ الحكم فيه أو لا أنا ما هذه ما هي نمر النمر. أنا ما أعرف أصلا هذه التغريدة. لا أنا شفت الأخوان اللي كتبوها. التغريدة لها تفسير مختلف يعني. لا هي عام 2004 يعني سنة 2003 واحد رد علي غردت ضد من فجر مسجد القذيح. فرد علي واحد قال وش تقول بنمر النمر. أنا والله في وقتها ما سمعت نمر النمر قبل سمعته بعد. سياقها يعني مختلف نهائيا. فقلت أخبرني نمر النمر فجر مسجد قتل أطفال قتل نساء. أنا غردت عن مسجد القذيح. هذا جاب لي يعني من هالمطار جاب قال ما رأيك في نمر النمر. قلت له هل نمر النمر قتل أطفالا فجر مسجدا؟ هذا قبل أن أعرف نمر النمر أو يسجن ولا أخذت من سياقها وتفسرت طبعا تعرف هو أنت لما تقول كلام بالتأكيد أن يستطيع الإنسان. لكن حتى تاريخه واضح قبل حتى يتحدث أحد عن نمر النمر. طيب دكتور كيف تقرأ عملية عاصفة الحزم في رأيك؟ والله يا أخي أنا كنت عندك رأي ضد الحروب دائما يعني. أنا والله يعني عاصفة الحزم أهل السياسة هو الذين يعرفون ويقدرون الظروف لا شك أن لديهم ما دفعهم إلى أن يعني يجدون أنه من الضرورة أن يكون عندنا ردع أو على الأقل شعروا بأن هناك ما يجب أن يفعل. أنا فعلا ضد أي حرب لا سواء كان في الحازم أو غيرها لكن ما استشرت والحمد لله أنه لم يستشيروني. ولكن أنا أقول لك أن فعلا أنا أرى أنه بالإمكان تجاوز يعني تجنب الحرب. كان بالإمكان عزل اليمن جوا وبرا وحصن وحصارها ومنع إن كان صحيحا هناك ما يؤثر على وحدة اليمن أو حتى يتدخل في شؤونها نستطيع أن تمنع دون أن يكون الحرب. عندما بدأت الحرب أنا مع الناس وقلت تغريدة في أول ما بدأت أن الآن كنت أود أن لا تحدث أما وقد حدثت فأرجو أن تحسم وأن يكون الحسم هو الذي نتعامل به. لكن بعد ذلك أنا توقفت وأنا متوقف عن الحرب في سوريا عن الحرب في اليمن عن في أي حرب أراها فتنة وليست الحقيقة لا يكسب منها أحد. طيب دكتور وأنت أستاذ يعني في الأدب هل هناك صحيح أدب إسلامي وأدب جاهلي وأدب ما قبل الإسلام أو الأدب كتلة واحدة لا تصنف؟ أنا كتبت كثير من حول الله. أنا مسمي بدعة الأدب الإسلامي
يعني قبل 30 سنة عندما بدأ كلمة الأدب الإسلامي قلت هذه بدعة من البدع اللي تحدث عندنا. ليس هناك أدب إسلامي وغير إسلامي، هناك مضمون إسلامي، الأدب واحد لكن هناك مضمون إسلامي. وهذا متى ظهر هذا المصطلح دكتور؟ هو حديث يعني 85 أول اجتماع لجماعة الأدب الإسلامي عام 85 1905، وهذا في ذلك العام كتبت في مجلة المسلمون اللي تصدرها جامعة الإمام في ذلك الوقت بدعة الأدب الإسلامي، ولا وألفت كتاب مع صديق سوري اسمه يعني وإيش مشكلات الأدب الإسلامي. المضمون موجود منذ أن بدأ المسلمون في المدينة إلى يومنا هذا، وهناك شعراء مضمون شعرهم إسلامي. أن يكون عندنا أدب إسلامي وأدب غير إسلامي هذه من التصنيفات التي أقف ضدها وأمنع أحاول ألا يكون عندنا تصنيف في الفكر وفي الثقافة وفي كذا، لأن تصنيف خطير جدا. يعني عندما بدأت هذه الجمعية جمعية أخواننا في الأدب الإسلامي حتى الكيمياء والفيزياء والرياضيات أصبحوا يدخلون فيها دلالات مضامين دينية وإسلامية ويريدون، ومع هذا لم ينجحوا. كتابي لو تقرأه مشكلات الأدب الإسلامي تحديت أن يكون عندهم حتى حس أدبي أو حس شعري، كان نظم من نظم العلماء الذي كان النقاد منذ القدم يمقتونه ويعني يضعفونه. المضمون الإسلامي هي يعني هي هذا من أيضا من الحركات التي تحدث عندما يكون جماعة يرون رأيا ويريدون أن يعززوا هذا الرأي بتعاطف جماهيري. لما تقول أدب إسلامي ولا سيما في وقت الصحوة ونشاطها ينحاز لهم، وانحاز فعلهم لهم الناس، لكنهم ما استطاعوا أن يبدعوا لأن الشعر أحسنه أكذبه، أكذب الشعر يعني هو. ولهذا الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، حتى ولئن استثنى. لكن الشاعر دائما يكون عنده خيال، عنده خيال أكثر من عنده خيال، يقول ما لا يفعل يضخم له. هذا طبيعة الشعر. هل الصحوة لها دور دكتور في يعني ترسيخ هذا المسمى والمفهوم؟ هو نتيجة للصحوة يعني، ونتيجة للمد الكبير من الحقة الاتجاه الصحوي. طيب دكتور خليني أختم معك بسؤال، ما الذي غيرته الصحوة في المملكة يعني وانت عاصرتها، عاصرت ما قبلها وما بعدها؟ والله الصحوة كان يعني احنا فرضنا الصحوة يعني بمقرراتنا بمناهجنا بتوجهاتنا بضخ هائل قانونيا من المعلومات، سخرنا كل شيء لأجل الصحوة. عندما يعني وجدنا أن الصحوة قد يعني تطورت وزادت واشتدت بدنا نجرم الصحوة. نحن الذين صنعنا ذلك، احنا الكتب اللي الآن محرمة كنا تفرض علينا وتعطى لنا مجانا ونجبر نقرأها. وإذا هذا خطأ وقعنا فيه يجب أن نصححه، ونعم الآن بدنا التصحيح لأن الأيديولوجيا الحقيقة أحيانا الإنسان يستغل مرحلة يحتاج فيها إلى شيء، لكن يجب أن يعرف متى يوقف هذا الشيء. الملك فيصل جاء بالأخوان المسلمين من مصر لأنه يريد أن يصد التيار القومي اليساري في مصر وغيرها، لكن المفروض أنها وقفت عند حد، ولكن ما وقف، انطلقت. ولا أن نشكو ونجرم الصحوة ما يعني أنا ما أرى أن يعني نكون بهذه الحدة ضدها. خطر نعم، لكن والله إحنا اللي صنعناه، ما جانا مسؤولين عنه، ما جانا من برا. ماذا أيضا مناهجنا إلى يومنا في كتبنا إلى يومنا هذا تقول الكلام اللي يقولونه الصحويون، ما قال شيء، ما تعدى شيء أبدا. سعدنا بالحوار معك. هلا والله، الله يسعد حياتك. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء. شكراً.